آخر مرة قعدت مع والدك كانت ب 24 الثاني، يعني قبل استشهاده ب 18 يوم، وكان صار لك مش قاعد معه تقريبا 5 أشهر. خبرنا عن هذا اللقاء وشو صار فيه. يعني إيه صحيح، هو كان قبل ب 18 يوم من استشهاده، قبل بليلة أو من انتخابه. وإيه بتعرفي كانت الظروف بالطائف، كان بالطائف قبل ما كنت عم بقدر شوفه. أنا كنت ليلتها يعني بنفس النهار راجع من لبنان، لأنه كان جميع عيد جميع القديسين، وبفرنسا بياخدوا على هذا العيد أسبوع، دونك رحت فيه على لبنان، وهو كان جاي من الطائف ورايحين تاني نهار على انتخابه. ليلة ما بمسيها، لأنه كانت ليلة بقينا سوا من 12 بالليل، كان بعده مخلص اجتماعاته، دونك 24 التاني هو تم انتخابه بخمسة الصبح، وبقينا سوا للأربع الصبح عم نحكي عن كل شيء، عن المدرسة، عن نقوطي، عن مستقبلي، عن وبوقتها ما كنت هالقد غاطس بالسياسة. بقى نقل الحديث، سألته كم سؤال بالسياسة وعلى قصة انتخابه، وليلتها قال لي بتعرف أنه بالمبدأ بدي انتخب رئيس بكرة، وفي خطر علي لأنه مرحلة صعبة من لبنان، وإذا بيصير لي شيء بدي إياك تهتم بأمك بأختك بعائلتك وبالشباب. قلت له دخلك ليه أنت عم تحكي هذا الكلام، غير الحديث. عرفتها؟ ولو شو هي؟ هيدي غنية اللي كان حطيناها على مدخل وقت دخلنا الكنيسة ماريال وأنا. غنية كورديز اسكلاف. كورديز اسكلاف اللي هي غنية الحرية. صحيح. التحرر. هي مش كان هي ما كان مفروض تكون هي غنية. مزبوط. ولكن مثل ما قلت لك بالسؤال قبله، اجى العرس تبعي وتبعنا تبع ماريال وانا، بعد اسبوع او اسبوع او 10 ايام من بيان المطارن الشهير. وقتها طلع هذا البيان وكنا بدنا نتجوز بفكركي، اخذنا قرار نغير الغنيه لهيدي الغنيه اللي هي بترمز للحريه والتحرر.